بدنا نكمل بدنا نطلع هلا ال الجيج فاكتور. بدينا اخذنا رود الرود بماتيريال في اياها هون دايمتر دي 5 يساوي دايمتر دي والطول هون ال وفي لها مقاومه المقاومه بتساوي رو ال على اي. اذا عرضتها الان لستريس رح يصير فيها الونجيشن. خلينا نفترض انه بصير فيها الونجيشن من هون فبصير عندي ار نيو يعني هون لما بعمل الونجيشن رح يصير في عندي ال بلس دلتا ال رو ما تغيرت في المتل ما رح تتغير عندي رو رح تتغير بالبيزو ريزيستيف ماتيريالز وعندي اير رح تتغير لاي الجديده خليني هاي هون احطها رو في ال اي دلالتها في دي رح تكون باي في دي على 2 تربيع وتساوي رو على ال باي على 4 دي سكوير مضبوط. هلا دي رح تتغير وال رح تتغير دي هلا انا هون رح احط الماينس وبعدين مش رح اعوضه بعدين رح احط الماينس الان فراح نقول انه هاي بتصير عندي باي على 4 في دي ماينس دلتا دي تربيع اوكي. لاحظوا اني اخذت الماينس الان خلص ما راح اخذه مرتين وانا بكون بعمل دبل كاونتنج. هلا صارت عندي ال زائد دلتا ال على باي دي ماينس دلتا دي من هون. هلا راح اعمله الان اول شيء خلينا ناخذ راح احط هذه هون رو راح اطلع ال برا جوا راح يصير عندي 1 زائد 1 زائد دلتا ال على ال مش هيك كل اللي عملته بس طلعت ال برا وعندي تحت باي على 4 رح اطلع الان دي من هون. اذا طلعت دي من هون شو بتطلع برا دي؟ اذا هي هاي تربيع رح اطلع دي برا بصير عندي دي سكوير مضبوط؟ 1 ناقص دلتا دي على دي تربيع مضبوط؟ انا هذه هون سكوير فلما طلعتها صارت دي سكوير برا مضبوط؟ هلا لاحظوا اطلعوا على 1 ناقص دلتا دي على دي احنا عمالنا نقول انه دلتا ال على ال صغيره ودلتا دي على دي صغيره مش هيك؟ اذا بتنطبق عليها 1 زائد دلتا تربيع، 1 زائد دلتا تربيع شو بتساوي تقريبا؟ 1 زائد 2 اذا هاي تقريبا اذا هاي 1 ناقص تقريبا بتساوي 1 ناقص 2 دلتا دي على دي تمام؟ 1 على ناقص 1 على 1 ناقص 2 دلتا دي على دي هذا تقريبا شو بنطبق عليه بنفس الطريقة اللي هي هون اللي هي 1 ماينس دلتا بتساوي تقريبا 1 زائد هذه عندي هون ناقص بتصير هاي تقريبا بتساوي 1 زائد 2 دلتا دي على دي. اذا ناخذ هذه هون ونعوضها اعوض هاي محل مين؟ هلا هي صارت اذا هاي الكميه اللي كانت تحت موجوده هون اول شيء قربناها لهاي وبعدين لانها هي في المقام قربتها لهاي في البسط فراح يصير عندي هذا تقريبا يساوي ال في رو راح تضلها باي على 4 دي سكوير تحت هاي الكمية اللي موجودة هون قربناها من هون لهون وبعدين قربناها من هون لهون وعندي 1 زائد دلتا ال على ال راح تضلها موجودة وراح يصير عندي 1 زائد 2 دلتا دي على دي موجودة اوكي؟ إذا احنا هاي هي التغير راح يصير في ار بعد ما عملت لها ستريسنج على فرض طبعا انه رو كونستنت لهي المادة فالريزستيفيتي تبعت هاي المادة ما راح تتغير راح يتغير اللينكث وراح يتغير لي كروس سكشن ايرا راح يتغير دي من هون هذا هو التغير الجديد في ار. اذا الان لو بدي الاقي خليني ابسط هذه من هون فهلا هذه عندي راح تصير اذا ار نيو راح تساوي لاحظوا ايش رو ال على 4 دي على 4 على باي دي تربيع هي مش هيك اللي هي ار قديمه ار اوريجينال يعني اللي هي ار اذا بدك اولد او ار خليها نسميها ار اذا صارت عندي ار نيو بتساوي ار مضروبه في 1 في 1 رح تعطيني 1 زائد دلتا ال على ال هلا دلتا ال على ال شو بتساوي؟ اللي هي اي ال ابسلون ال اوكي مضروبه في 1 بعدين عندي زائد 2 دلتا دي على دي اللي هي نفسها دلتا دبليو على دبليو مش هيك اللي هي ترانسفيرس مضبوط دي لانها جاي ايش البلين اللي موجوده فيه دي؟ عمودي على اللونجيتيودنال مش هيك؟ فاذا عندي ابسلون ال في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه شو عندي؟ ابسلون تي اوكي مضبوط واضح الكل فاهم هذا هو الكروس سكشنال يعني عندي الماده هاي في هذا الاتجاه عندي ابسلون ال وعمودي عليه في البلين العمودي عليه في عندي ابسلون تي اذا عندي هون هلا هاي 2 ابسلون تي بعدين رح يصير عندي ابسلون ال في ابسلون تي
ابسلون اصلا صغيره، فاذا ضربت ابسلون في ابسلون ايش بقدر اعتبر؟ نيجاتيف تقريبا هون، يعني هاي راح اعتبرها اللي هي عباره عن 2 ابسلون ال ابسلون تي، راح اعتبر هاي تقريبا مهمله، فبتصير عندي هاي 1 زائد ابسلون ال زائد 2 ابسلون تي مضروبه في ار. اوكي مظبوط. هلا التغير في ار بيساوي ار نيو ماينس ار، وتساوي بتصير عندي ار نيو اللي هي ار زائد ار في ابسلون ال زائد ار في 2 ابسلون تي ماينس ار، فار بتشطب مع ار، صار دلتا ار شو بيساوي؟ بيساوي ار مضروبه في ابسلون ال زائد 2 ابسلون تي. ايش العلاقه بين ابسلون ال وابسلون تي؟ بوسون ريشيو. ما راح احط الماينس هون مره ثانيه لاني اخذتها بعين الاعتبار هناك، فمحل ابسلون تي راح احط ميو ابسلون ال، فهاي بتساوي ار في 1 زائد في ار في ابسلون ال زائد 2 ميو ابسلون ال، وتساوي ابسلون ال ار في 1 زائد 2 ميو. هلا هذا السيستم بدنا نفكر فيه كانه ميجرمنت سيستم، في له انبوت وفي له اوتبوت. ايش الانبوت اللي عرضته له؟ هو ستريس كان اصلا، بس انا هون ما حطيت ستريس، ايش اللي حطيته؟ الشيء اللي انا اظهرته هون سترين. هو كلامك صحيح، الاصل سترين ما اجى من فراغ، بتكون اجى من ستريس، وحتى ستريس بتكون اجى من فورس، مزبوط؟ بس احنا بالحاله هاي احنا مركزين بس على ستريس معتبرين، فالانبوت لهذا السيستم كانه ستريس، والاوتبوت تبعه شو هو؟ التغير في الريزستنس. وكمان رح نقول انه التغير في الريزستنس مش هدف النهائي، شو هدف النهائي انا اوصل؟ تغير في ايش؟ في فولتج، رح اغير فولتج مش هيك؟ بس هلا احنا بالحاله هاي عم نفكر بالميجرمنت سيستم هذا كانه التغير له هون الانبوت له ابسلون ال والاوتبوت هو دلتا ار. اي ميجرمنت سيستم بقدر احكي عن السنسيتيفيتي له، فالسنسيتيفيتي لميجرمنت سيستم هي بتساوي التغير في الاوتبوت على التغير في الانبوت، وانا بحب انه يكون التغير في الاوتبوت اكبر ما يمكن، فبدي السنسيتيفيتي تكون كبيره، مزبوط؟ عشان اقدر اشوف شو اللي بتغير، يعني لما بدخل له انبوت حابب انا اشوف تغير كبير يصير في الاوتبوت، والسنسيتيفيتي وقتها رح تصير عندي هي عباره التغير في الاوتبوت على التغير في الانبوت، اذا في الحاله هاي شو رح يكون التغير في الاوتبوت؟ دلتا ار، وكنسبه رح يكون دلتا ار على ار، والتغير في الانبوت ابسلون ال. اذا شوفوا شو رح نعمل الان، رح نحول هلا هذه عندي دلتا ار، اذا قسمتها على ار بتصير دلتا ار على ار، مزبوط؟ فعندي من هون رح تصير دلتا ار على ار، رح اقسم الطرفين على ار، بيساوي ابسلون ال في 1 زائد 2 ميو، فالسنسيتيفيتي الان بتساوي دلتا ار على ار دايمنشنلس على ابسلون ال كمان دايمنشنلس تساوي 1 زائد 2 ميو، ورح تلاقوا كثير من الكتب it refers to this as the gauge factor. K هي الجيج، many books refer to this as the gauge factor. الجيش فاكتور طبعا لاحظوا التغير في رو دلتا رو بتساوي زيرو، ما تغيرت الريزستيفيتي في الحاله هاي، في حاله هذا المعدن او هذا المتل هون في الحاله هاي دلتا رو ما تغيرت، ما صار في عندي تغير في رو، هذا بنسميه الجيش فاكتور، وهذا مهم جدا. لاحظوا انه تقريبا المتلز رح تكون هذه 0.25 ل 0.35، فرح يكون الجيش فاكتور تقريبا بالرينج من 1.5 الى 1.7، وهذا رح يكون لمادة الفويل، إذا هاي هي الفويل اللي ملزع على المتل رح تكون هي مادة الفويل اللي ملزع على المتل، رح تكون هذه هي الجيش فاكتور تبعها، اللي هي العلاقة ما بين التغير في R بالنسبة للسترين اللي موجود في المادة أو اللي تولد في المادة.